كواليس مين اللعيبه اللي دمها خفيف دايما بتهزر مع اليو، وايه يعني اكتر الحاجات المقالب اللي انتوا بتعملوها في بعض؟ واي سيمو ميرامي صح، سي محمود كهربا. كهربا اقرب اقرب صديق ليا. بتقعد مع كهربا في الغرفه في المباريات؟ واي امبورتا زاميم شام في الاوضه في المعسكرات. سي كيلكون كي ما ماركي ديبي مون بريمير، وحد يعني اثر فيا من اول تمرين اتمرنت معاه. بعد ما خلصت التمرين دان لا غلاس يمدوني دي كونساي، لما نخش اوضه اللبس بيقعد يديني نصايح واديني خبراته، وقال لي اتصرف ازاي لما عندي اي مشكله، ويقول لي لو عايز اي حاجه اتصل بيا على طول، اعتبرني اخوك وهساعدك على طول في اي حاجه تطلبها مني. انا لعبت في انديه كتير، بس نادر لما تلاقي في نادي اللعيبه كلها بتحبك بالطريقه دي. وكهربا نموذج للعيبه المصريين اللي هم بياخدوا بالهم من زمايلهم، وفعلا هو بيشتغل على نفسه كويس وبيتمرن كويس وظريف وبيبتسم على طول وعلاقته كويسه بزمايله. هو اللي علمني اقول نيني ني. ابرز الحاجات الهزار، كهربا علمك ايه؟ قولها تاني كده. ني 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 ني. طيب ني ده دي كهربا اللي علمها لك. كهربا ني ني. طيب مين تاني علمك حاجات تانية؟ نو جيست جانتان، انا بسمع بس الزمايل.